رام الله عبر سكايب ينضم إلي مباشرة الناطق باسم وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أستاذ كاظم أبو خلف. مرحبا بك أستاذ كاظم. أصبحنا في اليوم الثاني للهدنة، ما هي إجراءاتكم لتحقيق منفعة أكبر وتقديم ما يلزم لأهالي غزة خلال فترة وقف إطلاق النار؟ مساء الخير. الحقيقة قبل الحديث عن إجراءاتنا لتحقيق المنفعة للناس، يجب أن نؤكد المرة تلو الأخرى دون كلل ولا ملل بأنه فترة 4 أيام من الهدنة لا تكفي بعد هذا الحجم الهائل جدا من الدمار. كنا نعتقد أننا على دراية إلى حد ما بحجم الدمار في قطاع غزة مما نراه في الأماكن التي أمكن الوصول إليها، ولكن بعد أن توجه بعض الزملاء إلى أماكن لم يكن ممكن الوصول إليها قبل الهدنة، وأنا أعني تحديدا مدينة غزة والمقطع الشمالي منها وشمال قطاع غزة، فالحجم الحقيقة يفوق الخيال. يعني نحن نحتاج إلى أكثر كثيرا من 4 أيام فقط لنحصر الأضرار ونقيم الاحتياجات. هذه كانت نقطة لابد من ذكرها. ثم بعد ذلك نتحدث عن موضوع الإغاثة، وحيث بدأت بالفعل تدخل الشاحنات المحملة بالمساعدات بشكل أكبر وفقا لأحكام وشروط الهدنة، ولكنها أيضا لا تدخل بالشكل الكافي، لأنه قبل الحرب أي قبل 7 من الشهر الماضي كان يدخل إلى قطاع غزة 500 شاحنة كل يوم محملة بالمساعدات، وهي كانت بالكاد تسد الرمق. الآن نحن لم نصل بعد إلى حجم 5 أيام مما كان يدخل إلى قطاع غزة من الشاحنات قبل الحرب، ومع ذلك بعض الشيء أفضل من لا شيء. توجهت أخيرا فرقنا وفرق أممية أخرى وفرق إنسانية أخرى، وتمكنت من الدخول إلى الشمال ويعني الاطلاع قليلا على حجم الأضرار وزيارة مرفقين على الأقل من مرافقنا، ووزعنا الطحين ووزعنا مياه الشرب، ولكن الأولوية الأولى تذهب الحقيقة لعمل كل ما يمكن عمله لتجنب الانحدار نحو الكارثة. وأنا تحديدا أتحدث عن الوقود ومياه الشرب، لأن كل شيء مرتبط بالآخر، فبدون الوقود لا يمكن طبعا تشغيل محطات تحلية المياه، فهذا إذا يقربنا أكثر من كارثة يود الجميع أن يتجنبها. هذا يعني أنه إذا لم يتوفر مياه شرب كافية لجميع الذين يحتاجون إلى ذلك، هي والطعام والأدوية وغيره، هذا يعني أن الأعداد من الناس المرضى ستتجه إلى مستشفيات هي أصلا خرجت الواحدة منها تلو الأخرى عن الخدمة على الأقل في شمال قطاع غزة، ما ينذر بضغط مهول جدا على الأطباء، وهو كادر طبي منهك بالكامل لأنه يعمل على مدار الساعة منذ 7 من الشهر الماضي. طيب، فهي إذا سلسلة فيها يعني تجر فيها كل حلقة أختها من التعقيدات. قد لا تسد الحاجة، ربما ما يدخل من معونات وإغاثات، لكن كميات الوقود هل زالت محددة ربما في الدخول إلى قطاع غزة؟ وهل ما زالت إسرائيل هي الحاكم بالكميات التي تدخل من الوقود والتي تحتاجها المنظمات الإنسانية؟ كمية الوقود التي دخلت بالأمس هي 129,000 لتر، وهذه نقطة في بحر احتياجات قطاع غزة للحقيقة. أضرب لك مثالا فأقول أننا نحن وحدنا فقط في الأمر ونحتاج إلى 160,000 لتر من الوقود كل يوم لنقوم بعملياتنا في حدها الأدنى. يعني لو أردنا أن نتوسع قليلا في عملياتنا نحتاج إلى تقريبا 200,000 لتر من الوقود كل يوم، ف129,000 لتر من الوقود تدخل بعد 52 أو 53 يوم من الحرب، هذه الحقيقة لا تكفي، خصوصا في ظل هذا الدمار الذي عطل المخابز وعطل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وعطل المستشفيات والمرافق الطبية وسيارات الإسعاف، وطبعا تحتاج مضخات سحب المياه من الأراضي الجوفية وخلافه. فإذا نعم، الوقود لا يزال غير كافي، شأن بقية المساعدات. طيب سيد كاظم، يعني 4 أيام هي غير كافية بالتأكيد، لكن في حال استئناف الحرب بعد هذه المهلة، وهذا ما لا نتمناه، هل تملك الأونروا القدرة والمكنة في التحرك والإغاثة، أم أنكم قد تعلنون اليأس في هذه المرحلة؟ يعني الشيء الوحيد الذي هو غير مقبول إطلاقا وغير وارد أصلا من أساسه لدى وكالة الغوث هو اليأس والاستسلام. إذا عادت لا سمح الله الحرب وهناك إلى يعني التمديد أكثر فأكثر، نرجو ذلك حقيقة،
ولكن إذا عادت أعمال الحرب فسنعود نحن إلى عملنا وفق أحكام الحرب، بمعنى أننا نحافظ على حياة العاملين لدينا، نتوجه فقط إلى الأماكن التي بإمكاننا أن نتوجه إليها بسلام، ولكن هذا أيضا من جهة مقابلة يعني المزيد من المعاناة والمزيد من الاحتياجات والمزيد من تعطيل دخول المساعدات، وهذا كله السيناريوهات هذه كلها شاهدناها الحقيقة منذ أن بدأت الحرب في 7 من الشهر الماضي. طيب سيد كاظم، يعني موظفوكم لم يكونوا بمنأى عن هذه الهجمات، فقدتم قرابة الأكثر من 100 ضحية خلال أيام الحرب 48 التي انصرمت ما عدا أيام الهدنة. يعني هل ستبقى هذه أرقام فقط في عداد ضحايا هذه الهجمات، أم أن وكالة الأونروا يمكن أن تكون شاهد وصاحب قضية ربما ودعوة في المحاكم الدولية؟ وكالة الأونروا هي شاهد منذ أكثر من 70 عام يا سيدي، لأنها على الأرض في مناطق اللجوء الفلسطيني، ونعم بالفعل نحن خسرنا حتى الآن، وهذا الرقم بكل أسف مرشح للازدياد، خسرنا 108 من الزملاء، منهم من هدم بيته فوق رأسه هو وزوجته وأولاده. الحقيقة أن 40% من هؤلاء على الأقل خسرناهم في الجنوب من وادي غزة، وهي المنطقة التي قيل بأنها أكثر أمنا، ثم خسرنا لصالح أعمال الحرب على شكل أضرار مباشرة وغير مباشرة 69 أو 70 من مرافقنا الحقيقة، وهذا أيضا نتج عن أعمال القصف، يعني هذه حدثت أثناء القصف الإسرائيلي، ثلثين تقريبا هذه المرافق كانت موجودة إلى الجنوب من وادي غزة، ما يؤكد أن حقيقة الأمر هي ببساطة شديدة لا يوجد مكان ولا أي إنسان أو شخص آمن في قطاع غزة. بالنسبة للشق الآخر من سؤالك، نحن نوثق يا سيدي كل كبيرة وصغيرة، نحن في مستوانا، نحن في الأمم المتحدة مستوى عمل إنساني خدماتي، ولكن بكل تأكيد هناك مستوى قانوني ومستوى سياسي، نرفع هذه التفاصيل إلى المستوى السياسي والقانوني، ثم نعود للتركيز على تقديم خدماتنا نحن في وكالة الغوث لمن يحتاجها من الناس في قطاع غزة، الذي بلغ عدد النازحين فيه الحقيقة 1,700,000 من أصل 2,200,000، يعني أكثر من 80% من أهل غزة نازحين. من هؤلاء من نزح إلى مرافقنا، وعددها 156 مرفق وهي بالغالب مدارس، عدد من نزح إلى مرافقنا من 1,700,000 1,060,000، يعني نحن أخذنا حصة الأسد في وكالة الغوث من النازحين، وهم مرحب بهم بكل تأكيد، لدرجة أننا بدأنا نقدم خدمات للاجئين وفق ولايتنا ولغير اللاجئين، يعني حتى للمواطنين، كل من نزح إلينا ويحتاج إلى الخدمة يتلقاها طبعا قدر المستطاع، وهذا يعيدنا إلى النقطة الأساسية، دخول العدد الكافي من الشاحنات، حتى لو عدنا جدلا وفرضا إلى عدد 500 شاحنة من المساعدات كل، هذا أصبح غير مقبول الآن بعد كل هذا الدمار الذي شاهدناه والذي لا نزال نشاهده ولم نتمكن بعد من حصر حجمه. سيد كاظم، عدد الشاحنات هل هو محدد أم هي الإجراءات ربما في هذا المعبر هي التي تجعل من هذا العدد غير كافي؟ يعني هذه نقطة مهمة وأنا أشكرك الحقيقة لإثارتها. معبر رفح يا سيدي هو معبر ليس مخصص أصلا ليكون معبرا تجاريا، وإنما هو معبر للمسافرين للناس العاديين، ومع ذلك فتح معبر رفح لتدخل منه أنواع الشاحنات والمساعدات وإلى آخره، ولكن لأنه غير مصمم لذلك فالعدد الذي بإمكانه الدخول من معبر رفح هو أقل بكثير من العدد من الشاحنات الذي كانت تدخل من معبر أسس ليكون معبرا تجاريا وهو معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي، والذي بالمناسبة لا يزال مغلق حتى الآن. كنا نأمل أن يدخل بالأمس 230 شاحنة، ولكن على ما أعتقد دخل تقريبا 137 أو أكثر من ذلك بقليل. هناك تعقيدات لها علاقة أيضا بتفتيش الشاحنات وفق الاتفاقات التي تمت، فإذا بالتالي دخول الشاحنات يجب أن يتعدى معبر رفح حتى لا يعتقد الناس أنه بما أنه معبر رفح مفتوح فإذا المشكلة قد حلت، أبدا، يجب أن يفتح أيضا معبر كرم أبو سالم لدخول عدد أكبر من الشاحنات. إمكانية دخول المساعدات والإعانات يا سيد كاظم عن طريق البحر هل هو وارد أم ربما ظروف الحرب تمنع هذا الاحتمال؟
الحقيقة كل ما أعلمه أن دخول المساعدات والشاحنات حتى الآن يتم من خلال معبر رفح، وإن كنا نحن على الأقل في المنظمة الإنسانية الأممية الخدماتية نقدم الخدمات للناس والمساعدات الإنسانية، نرحب بدخول المساعدات بأي طريقة كانت. ولكن أنا أؤكد مرة أخرى، أعود، نعم معبر كرم هو معبر تجاري صمم ليكون معبرا لدخول الشاحنات، وهو لا يزال مغلق من قبل الجانب الإسرائيلي. صممت هذه الهدنة وربما فصلتها إسرائيل على مقاساتها معبر كرم أبو سالم تتحكم به، المناطق الشمالية من القطاع تمنع الوصول إليها وتدعي بأنها منطقة حرب، وقتلت بالأمس 2 من الفلسطينيين من الذين أرادوا أن يصلوا إلى بيوتهم ويطمئنوا عليها. ماذا عن هذه المناطق سيد كاظم؟ هل ممكن أن يصلها موظفو الأونروا؟ هل ما زال فيها من السكان ممن هم بحاجة لإغاثة؟ يعني تفصيلات دقيقة الحقيقة غير متوفرة حتى الآن، لأنه على ما أعلم زملائنا فقط بالأمس مساء تمكنوا بالفعل من الوصول إلى شمال قطاع غزة، موظفون تابعون للمؤسسات الإنسانية العاملة، نحن وغيرنا طبعا من المؤسسات الإنسانية. أنا قلت في بداية المداخلة تمكنا بالفعل من الوصول إلى شمال قطاع غزة، بل ووزعنا بعض الطحين ومياه الشرب. لا أدري الحقيقة يعني شأن تفاصيل وأحكام هذه الهدنة واتفاق الأطراف. بالنسبة لنا عندما نتحرك نحن في وكالة الغوث وبدأنا الحركة تجاه الشمال مع بداية هذه الهدنة، نتحرك وفق آلية تسمى باللغة الإنجليزية دي كونفليكشن، وهي تعني أيضا آلية، يعني آلية تحدد وفقا لها وبناء عليها مسارات حركتنا ومواضعنا حتى نتجنب أي مخاطرة على العاملين في المجال الإنساني. الرقم الكبير الذي فقدته الأونروا من موظفيها كم يؤثر على عمل وكالة غوث داخل قطاع غزة؟ وهل هناك ربما عمليات تطوعية لشغل مكان من فقدوا خلال هذه الحرب؟ بالنسبة لمن فقد الله يرحمهم، طبعا هم كان منهم الطبيب وكان منهم المهندس وكانت منهم المعلمة والممرضة ومدير المدرسة وعامل صحة البيئة على مختلف شرائحهم وأنواعهم. لدينا في وكالة الغوث من 13 ل 14 ألف من الموظفين. الحقيقة لدينا جيش كامل من الموظفين المستعدين للعمل، نعمل حتى الآن بطاقة 5 آلاف، لأنه لم يمكن لبقية الموظفين الوصول إلى أماكن عملهم بفعل يعني بحكم الفعل الحربي أو أعمال الحرب. وعلى كل الأحوال أنا على قناعة، لأنه نحن موجودون في قطاع غزة مع الناس منذ عقود، في اللحظة التي تطلب فيها وكالة الغوث من الناس أن تتطوع لتقديم الخدمات لن يتوانى أحد، ومع ذلك حتى الآن لم نفعل ذلك. من رام الله كنت معي عبر سكايب ناطق باسم وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أستاذ كاظم أبو خلف، شكرا جزيلا لك.